السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا متابعينا الأوفياء. اليوم صورة تكشف لك من سحرك ومكان السحر. هذه الصورة هي صورة الطارق. الطريقة هي أن تكون طاهرا وتقوم بكتابتها على ورقة بيضاء وتضعها في مكان نومك تحت المخدة ليظهر لك من سحرك ومكان سحرك. لكي تتخلص من هذا السحر وتكون حذرا من عدوك الذي قام بهذا الأمر، فهي طريقة مجربة وفعالة إن شاء الله لكل من أراد الكشف عن سحره ومكانه. لذلك ستكون نتيجة إن شاء الله. وفي الأخير دائما نقول لكم لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، أو الرجوع إلى الفيديوهات السابقة لمن كان يبحث عن فائدة، ونشر القناة بين الأصدقاء لتعم الفائدة. دائما نقول فالدال على الخير كفاعله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اكتبوها في تعليق لنرى كم واحدا صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.